بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في نظمه في أصول الفقه وقواعده: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بشرح هذا النظم المختصر. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر المقدمة. نعم، قال رحمه الله: الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي. نعم، حمد الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل العلماء هذه المنزلة، وحمد الله سبحانه وتعالى موجب لبقاء النعم. نعم، مثبت الأحكام بالأصول معين من يصبو إلى الوصول. هذا يقال عنه براعة استهزاج، يعني أراد في المقدمة أن يشير إلى ما يأتي في هذا الكتاب. نعم، ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم. عليه الصلاة والسلام، كلام مختصر وتخرج منه فوائد كثيرة. بارك الله سبحانه وتعالى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها البركة. نعم، كما أن القرآن مبارك. نعم، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله سبحانه وتعالى سببا لكل خير ينال هذه الأمة. نعم، محمد المبعوث رحمة الورى وخير هذه لجميع من درى. نعم، الهداية التي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يملكها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده هي هداية الدلالة والإرشاد، التبيين والتعليم. أما هداية التوفيق هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. نعم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. نعم، على فهم أصول الفقه وكذلك القواعد الفقهية أشياء مختصرة لكن تأتيك بفوائد كبيرة ولله الحمد. اغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول. نعم، وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الفردوس الأعلى من الجنة مع نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم. هذا من تواضع رحمه الله تعالى، يقول أنا ليس لي إلا النظم فقط، وإلا هي قواعد مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة أو من أقوال العلماء الربانيين رحمه الله تعالى. نعم، قال رحمه الله: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. وهذا من نعم الله علينا، أن هذا الدين دين يسر، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقرب إلى الله إلا وأمر به، ولا شيء يبعد عن الله إلا ونهى عنه، ويسر الله سبحانه وتعالى لنا هذا الدين. والقاعدة هنا لا ضرر ولا ضرار، الدين جاء لمصالح الناس، كل ما ينفع هذا جائز وكل ما يضر فهو محرم، هذا قاعدة عامة. نعم، فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه. نعم، ليس بخلا علينا ولكن رحمة بنا. نعم، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. نعم، إذا كان الأمر فيه منفعة فهذا جائز، فيه مضرة فهو محرم، كالمخدرات مثلا، الطعام والشراب أباحه الله سبحانه وتعالى، وإذا تساوى الأمران فيه ضرر وفيه منفعة نقدم التحريم هنا. نعم، قال ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. لدرء المفسدة، لأنه لا يمكن أن يجتنب الآن المحظور هذا إلا بترك الكل. نعم، لكن إذا كان نستطيع أن نفرق بين هذا وهذا يصح. يعني مثال الآن عندنا أكل لحم الخيل جائز، وأكل لحم أكرمكم الله الحمار محرم، اجتمع في البغل حلال وحرام، نغلب الحرام ولا نأكله. نعم،
وكل ما كلفه قد يسرى من أصله وعند عارض طرى. سبحان الله، من تيسير هذا الدين أن الله سبحانه وتعالى كلفنا. هل كلفنا الله؟ السؤال أولا، بما نطيق أو بأكثر مما نطيق؟ هل كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نطيق نتحمل نستطيع أو بأكثر مما نستطيع؟ مشقة. بما نطيق خطأ. بأكثر مما نطيق خطأ. كلفنا الله بأقل مما نطيق. الآن نصوم كم شهر في السنة؟ شهر واحد، ونستطيع أكثر. نصلي 5 صلوات ونستطيع أكثر. نحج مرة واحدة ونستطيع أكثر. إذا كلفنا الله بأقل مما نطيق، ومع هذا جاءك التخفيف. تستطيع أن تصلي قائما؟ صلي قائما، وإلا جالسا. تستطيع تتوضأ؟ تتوضأ. لا تستطيع؟ تيمم. كلفنا بأقل مما نطيق، ومع هذا جاءت التخفيفات والرخص الشرعية. نعم. قال رحمه الله: فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط. نعم، إذا جاء التعب وجاء النصب وجاءت المشقة وجاء الحرج، تأتيك الأدلة للتخفيف. نعم عليه. المسافر الآن يقصر الصلاة الرباعية، يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وأحيانا يسقط بالكلية عنك العبادة، مثل الحائض والنفساء الآن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، سقطت عنها لأنه حرج في كل شهر. لو كانت تقضي كان حرج عليها، أسقط الله سبحانه وتعالى عنها في أيام الحيض والنفاس الصلوات، لكن الصيام لابد أن تقضي. نعم. وما استطعت افعل من المأمور، واجتنب الكل من المحظور. الآن إذا تستطيع أن تعمل العمل كاملا، لابد أن تعمل العمل كاملا. تستطيع أن تصلي الصلاة كاملة وأنت قائم، لابد من القيام في الصلاة، ركن في الفريضة. أو لا تستطيع بالكلية، لا يستطيع القيام بالكلية، يصلي جالسا. يستطيع على البعض دون البعض، قال استطيع أن أقوم مقدار ما أكبر تكبيرة الإحرام وأقرأ نصف الفاتحة، نقول لابد أن تقوم. متى جاء الألم، جاء التعب، تجلس، رجع عليك النشاط، تقوم. هذا إذا كانت العبادة تتجزأ، وإذا كانت العبادة لا تتجزأ سقطت عنك بالكلية. مثال، قال أنا أستطيع أن أصوم رمضان، إذا لابد أن تصوم. قال لا أستطيع أن أصوم بالكلية، الأطباء وكذا منعوا من الصيام، إذا هذا سقط عنه الصيام، عليه الإطعام. تمام. البعض قال أنا أستطيع أن أصوم نصف النهار، نقول الصيام لا يتجزأ، إذا سقط عنه بالكلية الصيام ولابد عليه من الإطعام. نعم. قال رحمه الله: واجتنب الكل من المحظور. هذا في المأمور. الآن عندنا المحظور، قال المحظور ما فيه تخفيف، لماذا؟ لأنه ترك، والمأمور فعل. الفعل هذا تقدر عليه بالكلية تأتي به كاملة، تقدر على بعض الشيء دون البعض تأتي بالذي تقدر عليه والثاني معفو عنه، لا تقدر عليه سقط عنه. أما المحظور لا، لأن المحظور كف وترك. نعم، لابد من الاجتناب. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء قال فاجتنبوه، يعني تجعل في جانب وأنت في جانب آخر. قال رحمه الله: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسي فافتهم. يقول الآن الإنسان جاهل لا يعرف، فهذا لا شيء عليه، لكن متى علم وتعلم يجب عليه العمل، ولهذا لابد أولا أن نتعلم قبل أن نعمل. المسيء في صلاته، الصلاة التي كان يصليها كانت بغير طمأنينة، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء كل الصلوات، أمر بقضاء الصلاة الحاضرة. لماذا؟ ما السبب؟ لأنه لديه عذر وهو الجهل. معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه تكلم في الصلاة جاهلا تحريم الكلام في الصلاة، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، لكن بعد هذا لو تكلم عالما متعمدا ذاكرا الصلاة باطلة. نعم. قال رحمه الله: هل معنى هذا أننا لا نتعلم؟ لأن بعض الناس قال جزاك الله خير على هذه الفائدة، والله فائدة مهمة جدا، أنا لا أتعلم حتى لا أعمل.
إذا لا تتعلم حتى لا تعمل، إذا معنى هذا أنت لم تدخل في الدين أصلاً. ما يريد يعمل بشيء من الدين، إذا ما يريد يتعلم الدين بالكلية، ما الفرق بينك وبين اليهود والنصران والمجوس؟ إذا لابد تتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. قال رحمه الله. يعني إذا تعلم ولم يعمل، هذا أول من تسعر بهم النار. لكن إذا لم يتعلم ولم يعمل، هذا كافر كفر أكبر، أنه ما عمل بالشيء، لا بلا إله إلا الله ولا بالصلاة ولا بشيء. الإعراض عن دين الله بالكلية، لا تعلم ولا يعمل. نعم. قال رحمه الله: لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. نعم، فرط في التعلم، لا نفرط في التعلم. إخواننا، إذا لم نتعلم نحن الدين الإسلامي، من يتعلم؟ ومن يعلم الناس؟ من يعلم أولادنا؟ نعم. قال: وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. هذا الضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها. أوشك على الموت ولم يجد إلا ميتة، ماذا يصنع؟ يأكل منها بمقدار ما يرتفع عنه الضرر، ما لا يأكل منها حتى يشبع. نعم، أصبحت الآن الميتة تضر في حال الشبع ووجود النعم، أما عند الضرورة أصبحت الميتة من الطيبات عند المضطر. نعم، فالضرورات تبيح المحظورات، إذن هذا المحظور المحرم، والحاجة تجعل المكروه جائز. يعني الآن الالتفات اليسير في الصلاة مكروه، لكن عند الحاجة سمع صوت التفت التفات يسير يصح. الأخذ والإعطاء بالشمال مكروه، لكن عند الحاجة يده مثلا هذه مكسورة ويأخذ يعطي باليسار، أنا أصبح الأخذ والإعطاء باليسار جائز. لكن الأكل باليسار كبيرة محرم، لا يستطيع أن يأكل باليسار إلا إذا كانت هذه مكسورة، الآن ضرورة يأكل بيسار. نعم. قال رحمه الله: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. عندنا أشياء محرمة لما تؤدي إليه. عندنا بيع الرطب بالتمر. الشيخ سائل لديه مزرعة، الله يبارك له يا رب، المزرعة هذه فيها رطب، وأنا عندي تمر وأنا محتاج إلى الرطب، لأن الناس تأكل رطب تتفكه، وأنا أريد أكل رطب أتفكه. نعم، لأن الرطب من الفاكهة والتمر يعتبر قوت طعام. فالآن هل يصح أن أبيع رطب بالتمر؟ لا. لماذا؟ لأننا عندنا إشكال في بيع الرطب بالتمر. الرطب إذا جف يتغير الوزن فيه، صح؟ إذن المساواة، لأنه لابد أن نبيع تمر بالتمر، صاع من التمر وصاع من التمر لابد. لكن لو بعنا تمر برطب، التساوي غير متحقق وتفاضل، فماذا نصنع؟ حرام. إلا في حالة واحدة، هذا يسميها العلماء بيع العراية، أصبح الآن الحكم الجواز. لماذا؟ لأن أنا محتاج إلى الرطب، ليس لدي مال، وهذا صاحب المزرعة يحتاج إلى التمر في الغالب. نعم، فاشتري منه بشروط، يسميها العلماء بيع العراية، كأنه أجعل الرطب هذا أمانة وعالية عند هذا، وأخذ منها تفكه، في كل يوم أدخل المزرعة وأخذ من الرطب وآكل. نعم، يصح. قال: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. نعم، الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بغير وضوء، فلو صلى بغير وضوء جاهل ناس متعمد الصلاة باطل، لا بد يعيد. نعم، البيع، باع ما لا يملك، وأنا آتي وأبيع سيارة الشيخ سعيد على هذا الأخ، هذا منهي عنه، يعني أبيع ما لا أملك، إذن البيع فاسد باطل بمعنى واحد. نعم. قال: فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي. الشروط مثل شرط الوضوء من شروط الصلاة، صلى بغير وضوء فالصلاة باطلة،
صلى بدون أن يقرأ الفاتحة الصلاة باطلة. نعم. وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. الآن ستر العورة في الصلاة، لو صلى مكشوف العورة، خاصة من يصلي هدانا الله إياه في البنطال، إذا ركع وسجد انكشفت العورة من خلفه الصلاة باطلة. أي نعم، لابد يحتاط قبل الدخول في الصلاة من يصلي في البنطال، تمام. لكن صلى وعليه عمامة حرير، لابس عمامة قطرة من حرير، تمام. لبس الحرير على الرجال كبيرة من كبائر الذنوب. الصلاة صحيحة، نقول من صلى بعمامة حرير يقول الصلاة صحيحة، لكن عليه إثم لبس الحرير في الصلاة وخارج الصلاة. نعم. قال: والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. هذه القاعدة من أنفع القواعد. اختلفنا أنا والشيخ في ماله، في طعام يصنعه أهل الكويت، خلاص، هو يقول حلال وأنا أقول حرام. الأصل معه، لأن الأصل في العادات، في الأطعمة، في الأشربة الحل. أنا أدعي التحريم، يقول أنت اللي تأتي بالدليل، أنا متمسك بالأصل أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا هذه الأشياء وباح لنا الأشياء، أنت تدعي التحريم لابد تأتي بالدليل. هذا في العادات. قال: العادة عندنا أهل الكويت أننا نأتي مثلا أولا بالقهوة أولا قبل الشاي، وبعدين الشاي، وبعدين الطعام، وبعدين الطيب. نقول العادات الأصل فيها الحل إلا إذا خالفت الشرع. فقال عندنا بعض الناس هدانا الله إياه في غير الكويت، قال: من العادة إذا جاء الضيف نبدأ بالدخان، نعطيه الدخان حتى يروق. نقول لا، هذه العادة مخالفة للشرع، عندنا دليل دل على تحريم هذا، إذن خالفت الشرع. العبادات، العبادات الأصل فيها المنع، يريد يصلي نقول حرام تصلي، يريد يصوم نقول حرام تصوم، يريد يحج نقول حرام تحج، يتوضأ نقول حرام، حتى تأتي بدليل على الصلاة والصيام والحج وكذا، صحيح. إذن الأصل في العبادات المنع. لو جاءنا الشيخ سائد وقال: اليوم نريد نصلي الفجر يا جماعة 4 ركعات، نزيد ركعتين، نقرأ الفاتحة وركوع وسجود ونعبد الله سبحانه وتعالى، وزيادة الخير خيرين، ولا يعاقبنا الله على الصلاة، يقول صح، والله ما يعاقبك الله على الصلاة، يعاقبك الله سبحانه وتعالى على خلاف السنة. العبادات الأصل فيها المنع، لا، أنت اللي تأتي بالدليل الآن. نعم. قال رحمه الله: فإن يقع في الحكم شك، يعني عندنا نفس العقال الآن عند أخواننا الكويتيين، ما في إشكال، هذا يلبس وهذا ما يلبس، فهذا يقول للشيخ لا، يقول ياخذ لبس العقال ما يجوز. قال: يا اخي الاصل في العادات حل، انت تدعي التحريم، هات الدليل. نعم. قال رحمه الله: فان يقع في الحكم شك، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كان في الحرم وسال سائل عن حكم لبس العقال، وعنده واحد لابس عقال، قال اعطيني عقال، اعطاه العقال، لبس الشيخ العقال وكمل الدرس. نعم. قال: فان تطبيق واقع. نعم. فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. الآن حصل عندنا شك في مسألة من المسائل، نرجع، هذه عادة أو عبادة؟ إذا كانت عبادة حرام حتى تأتي بالدليل، وإذا كانت عادة حلال حتى تأتي بالدليل. إذا شككت في مسألة صنفها، هل هي عادة أو عبادة، وارجع للأصل والحمد لله. نعم. والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. إذا جاء النهي هذا للتحريم، وإذا جاء الأمر هذا للوجوب، إلا إذا جاء صارف يصرف هذا من التحريم إلى الكراهة، وهذا من الوجوب إلى الاستحباب. نعم. هذا أقوى في التعبد والانقياد لله سبحانه وتعالى. وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. الأمر هنا ليس للوجوب، هذا على الاستحباب. أي نعم. طيب، قال وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. نعم. وكل فعل للنبي جردا عن أمره فغير واجب بدا. هو ذكر الأقوال، نحن عندنا الأقوال أمر أو نهي، الأمر إما وجوب أو استحباب، والنهي إما تحريم أو كراهة، انتهينا الآن.
كأنه يقول لك هذه الأقوال. طيب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في العادة أو في العبادة؟ إذا في العبادة فهو مستحب، إلا أن يأتي دليل يدل على الوجوب. مثال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبدأ بالصلاة يقول دعاء الاستفتاح، أصبح دعاء الاستفتاح سنة لأنه فعل في العبادة. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء بغسل الكفين، إذن غسل الكفين في أول الوضوء سنة، تمام. لكن في العادات ننظر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ركب أكرمكم الله الحمار والجمل والبغل، صح، ولبس الإزار والرداء، نقول هذا من العادات. هل من السنة ركوب البغل أكرمكم الله؟ لا، نقول لأن هذا من العادات، الأصل فيها الجواز، هذا فعل. عندنا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل أدلة الكتاب والسنة، فهو على هذا المجمل. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأقيموا الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمتي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. إذن هذا يرجع إلى حكم هذا المجمل. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة استحباب حتى يأتي دليل على وجوب، ما فعله بمقتضى العادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعض الأماكن وهو مسافر مثلا إلى مكة أو إلى الجهاد، يأتي أماكن يقضي فيها الحاجة. هل أكرمكم الله، هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأماكن بقضاء الحاجة تعبد؟ لا، أدركوا المكان هذا مقتضى العادة مقتضى الجبل، هذا ليس له حكم. أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نفرق بين سنة العادة وسنة العبادة. عادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إطالة الشعر، هل إطالة الشعر سنة؟ لا، عادة العرب كان إطالة الشعر، نعم. قال رحمه الله وإن يكن مبينا لأمره فالحكم فيه حكم ذاك الأمر، نعم، حكم ذاك الأمر، مبين للصلاة مبين للصيام مبين للحج، نعم، هذا من الأفعال. وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. الآن دخل هذا الأخ إلى المسجد لا يستطيع يجلس قبل أن يصلي ركعتين، قال لكن عندي سنة الفجر أيهما أقدم؟ أقدم سنة الفجر هي الأعلى وتسقط عنك تحية المسجد، دخل. أي نعم، هذا إذا كان في الوقت متسع، لكن إذا الوقت مضيق ما يستطيع اللي يأتي بالفرض. يعني الآن هو في رمضان في يوم الخميس، قال أريد أصوم هذا اليوم لأن يوم خميس، لكن رمضان أيهما يقدم؟ رمضان لا تجتمع الفرض مع النفل هنا، لكن إذا كان في متسع يستطيع، قال أنا معي وقت الآن وأستطيع أن أصلي مثلا، أصلي راتبة الفجر وأريد أصلي ركعتين مثلا سنة الوضوء، وأريد أصلي ركعتين استخارة، لكن لو صلى ركعتين دخلت فيها الاستخارة ودخلت فيها تحية المسجد لكن ينوي بها راتبة الفجر، نعم. قال رحمه الله وادفع خفيف الضررين بالأخف وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، نعم. يعني الآن تأخذ بالأخف، اضطر إنسان إلى الأكل من ميتة، عنده ميتة أكرمكم الله كلب وميتة غنم، أيهما يقدم؟ ميتة الغنم، هذا الأخف، نعم، يأخذ بأخف الضررين، نعم. وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، خذ بعالي الفاضلين، أنت تريد الجنة فلا يمكن تختار لنفسك إلا أعلى المنازل. يعني الآن الله سبحانه وتعالى قال وقل لعبادي يقول التي هي حسن، خطأ، ما قال حسن، قال أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فأحسن شيء هذا أناديه بماذا؟ أقول له يا أخي يا شيخ يا والدنا، يفرح بهذا الكلام، ممكن يزعل بعض الناس، أقول يا أخي يفرح، أقول والدنا ممكن يرضى، فنأخذ أعلى شيء وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. الآن تزاحم معه الوقت وما يستطيع أن يأتي إلا بشيء واحد، عنده مال قليل زكاة، هل يتصدق على الفقير أو يتصدق على الفقير والقريب؟ فقير وقريب وفقير غير قريب، عنده اثنين، يختار أي؟ الأعلى، من الأعلى؟ القريب، القريب، لأن الصدقة عليه صدقة
وصلة، قال أنا أخذ بالأعلى. نعم. إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. هذا تقدم معنا، عندنا حاضر ومبيح، تقدم المنع، مثل قلنا لحم البغل نقول حرام ولا نأكل منه تغليبا للتحريم. نعم. وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. نعم، يقول العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثير فقليل حرام. فالآن هذا اشترى لنا جزاه الله خير عصير كوكتيل مشكر، يسموه مشكر صح، اشترى لنا عصير، وها العصير الأصل فيه الحل الجواز، فنشرب منه ولا إشكال من هذا، لكن لأن العلة في التحريم، في تحريم العصير الإسكار، فإذا كان لا يسكر فهو حلال، وإذا كان مسكر فهو حرام. فالعلة هنا في تحريم العصير ما هي؟ الإسكار، وجدت إذا حرام، لم توجد حلال. نعم. وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فدر الفروق وانتبه. نعم، الآن صلاة الظهر بالنسبة لنا واجبة، صلاة الظهر في هذا اليوم ما دخل وقت الصلاة، إذن أنا لا تلزمني صلاة الظهر لا، إذا أذن لزمتني. الشخص معه 10 دنانير، 10 ومر عليها سنة كاملة، فيها زكاة؟ لا، ما بلغت النصاب، هل تلزم الزكاة؟ لا تلزم الزكاة. ولهذا الآن ما بلغت النصاب، حال عليه الحول صحيح ومال نعم، لكن لم يتحقق عندنا بلوغ النصاب، إذن ليس فيها الزكاة. نعم. لا شرطه فدر الفروق وانتبه. نعم. والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه، ومانع منه عدم. الله سبحانه وتعالى وضع لنا علامات وأمارات نعرف بها صحة الصلاة، دخل علينا داخل الآن وقال يا جماعة ترى صلاتكم باطلة، صلاة الفجر صلاها إمامنا جزاه الله خيرا قال باطلة، تعيد الصلاة. يقول يا أخي اسمع، نحن بفضل الله صلينا الصلاة بشروطها وأركانها واجباتها ومكملاتها، ولم نأتي بمبطل مبطلات الصلاة. أنت تدعي البطلان تأتي بالدليل، أنا صلاتي صحيحة مقبولة أو لا، هذه علمها عند ربي، ما أحد يأمرني بإعادة صلاة الفجر لأن أتيت بالذي أمرني الله سبحانه وتعالى به. إذن الله سبحانه وتعالى وضع لنا علامات وأمارات نعرف بها صحة العمل من فساده، قبول العمل وعدم قبول العمل هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. فلو دخل داخل نقول يا أخي الصلاة شروط أركان واجبات سنن، ما أتينا مبطل مطلات الصلاة، الصلاة صحيحة. تبيع السيارة؟ قال أبيع السيارة. بكم؟ 5000. أعطيته 5000 وأخذت السيارة ومشيت. بعد يومين جاء وقال لا ما أريد هذا البيع. أقول لا، البيع صحيح، أنت تدعي البطلان، هات دليل. قال الدليل؟ لا دليل، إذا البيع صحيح اذهب اشتكي. نعم. قال رحمه الله: والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر. نعم امشي. لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ. تمام. الآن الأخ قدر الله عليه وضع المنبه ونام عن الصلاة، استيقظ ونظر في الساعة قال إن لله وإن إليه راجعون، 7 صباحا توضأ وصلى، بعد أن صلى الفجر سلم يسمع يؤذن، يعني عنده خلل كان في الساعة، هي 7 والأصل هي في الواقع 4، إذا تقع الصلاة هذه لا وقعت إيش؟ سنة، لابد يعيد الصلاة في الوقت لأنه صلى على غلبة الظن. الآن لو صلى قبل الوقت متعمدا الفجر آثم، لكن هو صلى على غلبة الظن أن الفجر قد أذن وخرج الوقت حتى، فهذا لا يأثم، لكن يؤمر بالإعادة متى تحقق الظن، أتحقق اليقين لديه بعد دخول الوقت، مفهوم؟ طيب الآن في رمضان قبل المغرب بنصف ساعة سمع أذان بسم الله وأكل، وبعدين تبين ما أذن بعد باقي نصف ساعة الأذان، يقضي؟ لا يقضي.
لأنه أفطر على غلبة الظن. حدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة. نعم هذا اللي يقول الآن. كرجل صلى قبيل الوقت. هذا صلى قبل الوقت. بعد الوقت. نعم فماذا نأمر؟ نأمر نعيد الصلاة بعد الوقت. نعم. كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع. هذا أخوان هذه الشريعة جاءت بكل خير. الدين الإسلامي ليس فيه وساوس، لأنك تعبد من؟ تعبد الرحمن، والوساوس من الشيطان. فأنت إما تكون من عباد الرحمن أو عباد الشيطان، واختار لنفسك. وساوس الغيها، يقول ما عندنا وساوس. نعم تأتي الوساوس، يهود النصارى لا تأتيهم وساوس. لماذا؟ قال ماذا يصنع الشيطان بالقلب الخرب؟ اليهود النصارى ما عندهم سجود سهو. لماذا؟ لأن أعمالهم خراب، يفسدها الشيطان، يفسد مال بيت ساقط في الأرض، إيش تصنع فيه؟ ما تستطيع تصنع فيه شيء. لكن أعمالك الآن لأنها مبنية وجميلة وفيها خير، نعم يريد يفسدها عليك الشيطان بالوساوس. فوضع العلماء رحمه الله تعالى قواعد بالوسوسة حتى تقطع الوساوس على الشيطان. أي شك بعد انتهاء الفعل قال لا يلتفت إليه إطلاقا، ولو يكون الشك 99%. الآن هذا صلى معنا الفجر وبعد الصلاة قال والله أنا أشك 99% أني لم أقرأ التشهد. انتهت الصلاة؟ انتهت. لا يمكن أن ترجع. لو رجعت إلى الصلاة وعدت الصلاة آثم. كبر الله أكبر وجاء إلى الشيطان قال متوضي؟ يقول نراجع لو أنت. ليش؟ ليش تراجع مع الشيطان يا أخي؟ اتق الله. كبرت على يقين أنك متوضي. لو خرجت من الصلاة آثم. طاف الشيخ 7 أشواط وصلى ركعتين وهو يمشي للصفا قال والله أشك أنها 6. انتهى الطواف؟ انتهى. لو رجع آثم. هذا اللي يقول الشيخ. طيب إذا كان الشك في وسط العبادة في صلاة الظهر، شك الإمام عندنا هل هي 3 ركعات أو 4 ركعات؟ إذا كان هو كثير الوساوس دائما يسجد السهو، نقول أجعل الصلاة دائما 4 ولا سجود سهو عليك، لأنك موسوس ونقطع عليك هذه الوساوس كلها من الشيطان. لا سجود سهو. لو سجدت للسهو آثم، لو رجعت 6 ركعة آثم، وبهذا ترتاح من الوساوس. نعم. قال رحمه الله ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. نعم حديث النفس يعني الشيطان وسوس لك. حديث نفس أريد أصنع من المعاصي، أصنع كذا أصنع كذا. يعني قال اليوم بعد الصلاة أريد أسب الإمام. أمر لله الإمام وش نصنع؟ قال بعد الصلاة بسب. حديث نفس. وبعد الصلاة قال أعوذ بالله كيف أنا أصلي الآن وسب الإمام؟ معفو عنك. مفهوم؟ أي نعم. والأمر لله ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. والأمر للفور فبادر والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا. نعم. الإمام ماذا قرأ في صلاة الفجر؟ آخر آية أو قبل الأخير فاستبقوا الخيرات أو نعم فاستبقوا الخيرات. قرأ الإمام أخواني فاستبقوا الخيرات وسارعوا لمغفرة من ربكم. يؤذن اترك كل شيء إلى الأذان إلى الصلاة. هذا أقوى في التعبد والانقياد، وممكن تموت وممكن يحدث لك شيء. مجرد ما يأتي الأمر قال امتثل اعمل. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الحزم. مجرد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين قام عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ إذن الأصل المبادرة والمسارعة. مجرد ما يأتي الأمر امتثل مباشرة إلا إذا دل دليل على التراخي على التأخير. جاء إليك مال وتستطيع الحج، لا تؤخر للسنة القادمة، أحجز هذه السنة واذهب إلى الحج. مفهوم؟ قال إلا إذا دل الدليل. مثال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر صيام رمضان ما لم يدخل رمضان.
وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. إذن هذا التأخير له دليل. نعم، لكن الأحوط والأبرأ أن يبادر طبعا. نعم، قال رحمه الله: والأمر الروعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. فرض الكفاية وفرض العين، ما الفرق بينهما؟ فرض العين ننظر فيه إلى الفاعل ولا ننظر فيه إلى الفعل، وفرض الكفاية ننظر فيه إلى الفعل ولا ننظر فيه إلى الفاعل. واضح؟ أنا أقول لك الآن، صلاة الظهر فرض عين، يعني كل شخص بعينه يجب عليه أن يصلي. لو صلى الإمام تكفي صلاة الإمام عنا؟ لا. إذن هذا فرض العين ننظر فيه إلى الفاعل. صيام رمضان ننظر فيه إلى الفاعل. الأذان، الإقامة، القضاء، الخلافة، أي إنسان أذن أتى بفرض الكفاية إذا قام به البعض. هذا قول بعض العلماء، وبعضهم يقول إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وإذا لم يقم به البعض أثم الجميع. لا، أثم العالم المستطيع القادر. أبو بكر رضي الله عنه، مات النبي صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر وخطب في الناس، لأنه يعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجل حي ولا يريد الإمامة ولا يريد الخلافة، لكن علم أنه هذا الموضع لابد يقوم فرض كفاية على من؟ على أبي بكر رضي الله عنه أن يقوم ويقطع الفتن. صعد المنبر وخطب في الناس، مفهوم؟ إذن تعلم أنك أعلم القوم، يعني هذا الشيخ سعيد مثلا عندنا، ويحدث هذا عندنا، يكون مثلا نجتمع احنا في سفر او في كذا وتقام الصلاه، وش نصنع؟ من يصلي بنا في العاده؟ تفضل تفضل، هذا طعام او قهوه او شاي، هذه عباده لي. هذا يعرف انه احفظ القوم، ما يكلم احد، تقدم استوى، تقول عنه متكبر متصدر، يقول انا الله سبحانه أمرني بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرام لكتاب الله، وأنا أعرف أن أقرام لكتاب الله ما أبالي بأحد، وفي الغالب تفضل تفضل، وفي النهاية يتقدم واحد ما يحسن القراءة قد تكون الصلاة باطلة، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: فهذا ليس بتصدر، هذا أنا أرضي الله ولو سخط الناس. نعم، قال رحمه الله: والأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. يقول الآن إذا ورد الأمر وكان قبل نهي، فهذا الأمر وظيفة الأمر هنا ليس الوجوب، جاء الأمر حتى يرفع النهي. وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم يعني تحللتم من حج وعمرة حل لكم الصيد، هذا معنى الآية الصحيح. لو جاءنا إنسان قال يجب على كل من تحلل من حج وعمرة أن يصيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حلتم فاصطادوا، الأمر للوجوب. نقول لا، الأمر هنا وظيفة الأمر حتى يرفع النهي، مفهوم؟ فإذا جاء الأمر وسبق بنهي، وظيفة الأمر هنا ترفع النهي، ويعود الحكم على ما كان عليه قبل النهي. حكم الصيد قبل الإحرام مباح وجائز، إذا رجع للجواز. تمام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وجوبا؟ لا، رفع، جاء الأمر حتى يرفع النهي، رفعنا النهي، حكم زيارة القبور الزيارة الشرعية مستحبة، مفهوم؟ نعم. وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. يقول الآن عندنا أدعية استفتاح، مرة يقول سبحانك اللهم وبحمدك، ومرة يقول اللهم باعد بيني وبين خطايا، ومرة يقول في السجود بعد سبحان ربي الأعلى، مرة يقول سبح القدوس رب الملائكة والروح، ومرة يقول بعد سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ينوع، ليش؟ ليش تنوع؟ قال أنوع لأن هذا السنة، أعمل بالسنة بكل وجوه، حتى أحافظ على السنة حتى لا تنسى السنة، وحتى يكون أنشط لي. قال أنا دائما أسفل فأغير حتى لا تكون الصلاة على وتيرة واحدة، أعمل بهذه الوجوه. الآن
وقيمة الصلاة، قريب إقامة الصلاة والشيخ ساعد، ذهب يتوضأ، توضأ ثلاث مرات، يقول غلطان أنت، توضأ مرة وباقي لم يؤذن الإمام أصلا، براحتك توضأ ثلاث مرات، مفهوم؟ أي نعم، وهذا فيه تخفيف على المكلف، والحمد لله عندنا اختلاف تنوع، هذا هو، نعم، فتأتي بالعبادات حتى لا تنسى السنة، نعم. قال رحمه الله: والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء. الزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وخذ بالخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، كذلك الصحابة رضي الله عليهم أجمعين. قال: قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. يقول إذا قال الصحابي قوله، قول الصحابي حجة ما لم يخالف نص من كتاب والسنة أو يخالف صحابي آخر فيرجح بينهما، نعم. وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنه. الكتاب، الأدلة عندنا الكتاب والسنة، إجماع هذه الأمة، أما إجماع اليهود إجماع النصارى إجماع المجوس هذا ليس لنا علاقة بهم، أجمعوا وخالفوا لا علاقة ولا اعتبار، والقياس الصحيح، نعم، هذه الأدلة عند أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلنا وياكم منهم، نعم. واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته. يعني الآن عندنا بعض الناس محتال، نسأل الله عليه السلام، يعمل عمل اليهود، اليهود حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الشحوم فجمعوها وأذابوها وباعوها أكلوا أثمانها، فالمحتال نسد عليه، رجل عندنا والده ملياردير ويبغى يأكل مال قتله، ليش؟ قال حتى أعرف. يقول لا أنت محتال، ليس للمقتول من ترك، ليس للقاتل من تركة المقتول شيئا، محتال ما يمكن نجعل الحيلة. وبعض الناس يجيب، وخاصة اليوم عندنا جوجل، هذا مشكلة والله، جوجل أكبر مشكلة والله، مصيبة. إيش تبغى؟ قال والله أبغى الربا حلال. طب روح لجوجل اكتب جواز الربا، يطلع لك مليون دليل، لأنه زنديق جوجل. تبغى كافر كافر، تبغى مسلم مسلم، تبغى الموضوع حلال يطلع حلال، تحط وتحتال ويجري الشيخ. قال أكلت الربا، قال الربا كبيرة، يقول الشيخ أجمعت الأمة، قال لا جوجل يقول حلال، محتال هذا، نية هذا التحايل على الشرع. لا أنت أكتب، لا ما تكتب، أرجع للعلماء الربانيين وقل ما هو حكم الربا، نعم. قال رحمه الله: واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته. نعم، نسد عليه الباب حتى لا ينفتح هذا الباب على المحتال الذي يحتال على الشرع، نعم. فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. نعم، إنما الأعمال بالنيات. يا إخواننا، اعترض ذو الخويصرة على النبي صلى الله عليه وسلم، نية ذو الخويصرة ماذا؟ الدنيا. اعترض وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وأتباعه. الأنصار وجدوا على النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعطى المهاجرين ولم يعطى الأنصار، لكن هذا نية الصحابة الأنصار في هذا المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يبكون، قالوا رضينا، هذا معناه أنه هنا النية غير هذه النية، نعم. قال رحمه الله: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. نعم، أي شيء فاسد أو باطل هذا بمعنى واحد، صلى وفي الصلاة خرج منه ريح، وش يصنع؟ انقطعت الصلاة أصلا، بطلت الصلاة، يخرج يتوضأ ويأتي يعيد الصلاة من جديد. يقول إلا الحج والعمرة، الحج والعمرة لابد أن تمضي فيهما حتى وإن كانت فاسدة. جامع مثلا المحرم قبل التحلل الأول، لابد يمضي في الحج وكمل الحج، ما يستطيع أن يمشي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله. هذا الأخ الحمد لله حج واعتمر مرات كثيرة وخرج للحج الآن
وعند الميقات قال لبيك اللهم لبيك، دخل في النسك وجاء الاتصال من الكويت قال احضر حاله. قال ما استطيع. ليش؟ قال ما استطيع. قال يا اخي هذه نافله. قال النافله في الحج والعمره يجب الاتمام فيهما، ما استطيع افطر، مفهوم؟ لكن صام الان اليوم ايش؟ اثنين. صام الاخ الان وبعد الدرس الامام قال الله يرضى عنك تفطر معنا. قال انا صائم. قال يصح النفل؟ تقطع النفل. قال خلاص بدأت طالع صح الحمد لله. أما الحج والعمرة النافلة والفرض شيء واحد. نعم. قال رحمه الله والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم تنع. امتنع. نعم. والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. نعم. الآن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على العفو، أسأل الله يعفو عنا وعني وعنكم يا رب. أما حقوق العباد مبنية على المشاحة. مثاله قلنا هذا صلى الإمام الآن ناسيا، صلى ناسيا بغير وضوء، الصلاة باطل. آثم؟ لا، لأنه ناسي، وهذا في حق من؟ في حق الله سبحانه. فماذا يصنع؟ يعيد الصلاة ولا إثم عليه، صح؟ تمام. صلى قلنا المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، الصلاة باطلة لكن ليس عليه إثم. طيب هذا في حقوق، في حقوق الله سبحانه الجهل والإكراه والنسيان، هذه مبنية على العفو. طيب في حقوق العباد، أنا جئت الآن وقطعت إيش اسمه كتاب الأخ الشيخ هذا، وجاني قال ليش تقطع الكتاب؟ قلت الله المستعان اعذرني يا أخي والله ما أدري أنه كتابك هذا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، أظنه كتاب الشيخ سعيد. يقول لا، هذا الكلام ما يصلح، هذا في حقوق في حقوق الله سبحانه مبني العفو. حقوق العبادة الآن تضمن تجيب كتاب آخر، مفهوم؟ أي نعم، لأنه ممكن يرسل ولده الصغير وقال هذا لأنه غير مكلف، قال روح كسر سيارة فلان. طيب راح كسر سيارة فلان وجاء هذا اشتكى، قال كيف كسر سيارتي؟ قال يا أخي هذا غير مكلف. غير مكلف هذا في حقوق الله سبحانه، حقوق العباد. أنت لابد تمسك أولادك ويكسروا سيارة الناس، صح؟ تعال صلح السيارة. نعم. قال رحمه الله وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. نعم، مضمون كما قلنا في تكسير السيارة إلا في دفع الأذى. دفع الأذى الآن الشيخ سائد جالس في الخيمة في الحج، جالس في أمان الله، وهو جالس صال عليه تعد عليه دخل إلى الخيمة حمار وحش، كرمكم الله، حمار وحش صيد، فجاء وكاد يقتل الشيخ سائد، حاول يدفع من دفع هذا إلا بماذا؟ بالقتل. قتل يضمن؟ لا يضمن، لأنه هذا صائل متعدي. رجل في بيته وهو في البيت دخل لص، واللص معه سلاح ولا يمكن أن يدفع إلا بالقتل، وش أصنع؟ أقتله ولا شيء عليه، لأني دفعت بالذي أقدر. تبدأ من أسفل أقل شيء، ما يندفع هذا، قال معه سلاح مجرد ينظر إليه يقتلني، فما عندي حل إلا قتله، انتهى الأمر، لا تضمن، مفهوم؟ لكن خرج إلى الشارع ورأى فلان من الناس وصوب عليه، هذا يضمن ولا شك. نعم. قال رحمه الله وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. دفع الأذى هذا، نعم. أو يك مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك. مأذونا فيه يعني مثال الآن، هذا يعمل مع السلطة أو طبيب، وطبيب حاذق عمليا ولم يخطئ 1% الطبيب، ومات المريض على شيء، لا، لكن الطبيب هذا فرط أو نسي المقص داخل المعدة مثلا أو كذا، هذا مفرط يضمن. نعم. قال رحمه الله ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. يعني عندنا الآن سيارة بسيارة،
جوال بجوال في مثل ممكن، لكن في أشياء ليس لها مثل. العبد الآن العبد يقوم بالقيمة، لأن العبد يقول ليس كالحر. نعم، فلا بد فيه من القيمة. نعم، قال ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. يقوم يعني يقوم السلطان. نعم، فكل ما عندنا الآن في الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا إذا كان له مثل، إذا كان له مثل خلاص تحكم بالمثل، وإذا لم يكن له فماذا؟ يقوم بالقيمة. الجراد الآن ليس لها مثيل، فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ عمر قال تقوم الجرادة بماذا؟ بتمرة. قالوا تمرة أفضل من جرادة. نعم، الجراد صيد، انتبه إذا ذهبت للحج العمرة لا تصيد الجراد. نعم، لا فيه تأتي. نعم، فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. نعم، اللي قال المضمون هذا فيه ضمان، والذي ليس فيه ضمان خلاص هدر. نعم، وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيلي. إخواننا لابد نفرق بين المحسن وغير المحسن. الإمام خطيب الجمعة إمام المسجد ما جاء الجمعة ولا اعتذر ولا عين وكيل، والجماعة هنا انتظروا وشخص ساعد وعلا قال ما على المحسنين أو السبيل. أنت بهذا محسن؟ لو ميت نعذرك، مريض لا تستطيع تتحرك نعذرك، أما تستطيع تتصل تستطيع تبلغ أحد والله ما نعذرك. هذا ليس بإحسان، لابد نفهم الإحسان. صحيح متطوع يصلي في هذا المسجد متطوع لله سبحانه وتعالى، بعض الناس يقول لي هذا الشيخ يقول أنا اليوم أخذك إلى المطار ساعة الرحلة الساعة كم؟ أقول الساعة 11 ليلة. يقول أنا أحسن إليك أخذك المطار الساعة كم تأتيني؟ قال الساعة 9 من عند الفندق، أنتظر 9 وبعد 9 ولا يتصل وحي ما شاء الله ويستطيع التصل وكذا، اتصل عليه يقول يا أخي وينك أخي؟ قال والله يا أخي أنا محسن. لا أنت مسيء لست بمحسن، لكن هذا محسن وحصل له ضرب. نعم، فما على المحسنين من سبيل، أما المسيء عليه سبيل ويضمن، يعني إذا تذهب عليه الطيارة لو مفرط هذا هذا يضمن يدفع للتذكرة. نعم، قال الله يسامح. نعم، قال رحمه الله وياك. ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها وداع المخاطرة. ما عندنا مخاطرة في العقود، انتبه. يعني هذا يتفق مع الشيخ سائل قال ايش رايك نصنع شركة؟ قال تمام، كم ادفع؟ قال انت تدفع كل شيء، وانت يا اخي؟ قال انا علي العمل. يصح، تمام. طيب كم الربح؟ قال خليه على الله. لا لا يصلح، اذا الحرام. او يقول له شوف اذا كان ربح 50% 50%، واذا كان خسارة علي انا ليس علي خسارة. يقول حرام. هذا اين؟ في العقود، بيع، إجارة، تجارة، شركة، مفهوم؟ لابد يتفقوا على الربح وعلى الخسارة. أما الآن عندنا مسابقة، نقول في المسابقة من يحفظ كتاب التوحيد له مثلا مجلدات فتح الباري، فإذا هذا الأخ الآن إما غانم أو سالم ما يخسر، صح؟ أما لو قلنا الآن كل من في المسجد هنا يدفع 1000 ريال ونجمع كم؟ 20,000، واللي يفوز يأخذ 20,000. أنت إما سالم أما غانم أو غالب، حرام. هذا قمار، مثل أصحاب الكورة هذول يسووا دوري، يسموه دوري. دوري إيش يا رجل؟ هذا ما هو دوري. المهم قمار، هذا يسمونه بغير اسمه. كل الفرق تدفع 1000 وبعدين اشتروا الجائزة يعطوه المركز الأول المركز الثاني وهداف الدورة، والله ما أعرف كيف. المهم هذا النظام، الفرق كلها إما غانم أو غارب، حرام. إما غانم أو سالم حلال. أنت ضع قاعدة، هذا فين؟ ليس في البيوع، المسابقات.
المسابقات إذا كنت غانم أو سالم صحيحة. مسابقة نيدو، مسابقة كارفور مثلا، فقال تعال أقدم في المسابقة إما تربح أو لا تربح. تقول ما في مشكلة، قال أنت تدفع ألف وتدفع ألف وتدفع ألف وتدفع ألف، قمار حرام. نعم نعم، عندنا استثنى الشرع ثلاثة أشياء. نعم، في الرمي الآن وكذلك المسابقة في الخيل وفي الإبل، هذه يصح فيها، يصح فيها هذا الأمر، لكن الأمر هذا يحتاج إلى تفصيل، ليس هذا موضعه. نعم. قال رحمه الله: وإن تكن تبرعا أو توثقا فأمرها أخف فدر التفرقة. نعم، أخف، لكن أخف هنا إما السلامة وإما الغن، أما غن وغرم حرام. نعم. وإن تكن تبرعا أو توثقا فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم مغنم، وإلا إما غانم أو سالم يصح، أما إما سال غانم أو غارم حرام. نعم، هذا في المسابقات والمغالبات. نعم. لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. نعم، الآن من هو السارق؟ قال السارق من أخذ شيئا تبلغ قيمته ربع دينار فصاعدا من حرز. ما هو الحرز؟ قال الحرز يعني مكان محفوظ على عرف الناس. الحرز يعني الآن عندنا السوق الشعبي، عندكم ايش اسمه؟ مباركية. اهل المباركية الان، انا والله ما اعرف، المهم اهل المباركية وقت الصلاة الاشياء تكون خارج الدكان، يضع قطعة قماش فقط عليها، مفهوم؟ جاء اخ من الشباب ومر وقت الصلاة وجد هذا الخرق، رفع الخرقة واخذ الاغراض وعبى الدينة ومشى. سارق او لا؟ سارق، لأن هذه الخرقة عندنا عرفا حرز، مفهوم؟ تمام. لكن الشيخ سعيد مر هنا في الطريق أكرمكم الله عند برميل القمامة، وجد كمبيوتر وجوالات محطوطة عند أكرمكم الله برميل القمامة، شالها فتح السيارة وعب الأشياء كلها. سارق؟ لا، هذا ما هو حرز، مفهوم؟ أي نعم. إذن كيف نعرف الحرز؟ العرف. عندكم العرف في الكويت قطعة قماش، قال عندنا العرف في بلادنا لا، قطعة قماش ما هو حرز، الحرز لازم يضع شبك حديدي، مفهوم؟ فالحرز يرجع فيه إلى العرف. فهو قال كل ما أتى في الشرع ولم يحدد الشرع نرجع فيه للعرف. وجد رجل يعني مفطرا في رمضان، فسأله سائل قال لماذا يا أخي؟ قال مريض. قال ماذا بك؟ قال انظر هنا. قال ايش فيك؟ قال مريض مجروح هنا. لا، نقول المرض هنا يرجع فيه الى العرف، لم يحدد الشرع اذا نرجع فيه للعرف. وهذا المرض ما يضرك، ما يمنعك من الصيام، ليس كل مرض ها يمنع من الصيام. نعم. او مسافر، فالشيخ سعد قال اليوم يا اخوان استودعكم الله، وين؟ قال مسافر. وين يا اخي مسافر؟ قال صباح السالم مسافر. قلنا يا أخي في العرف، هذا يضحك الشيخ الحين، كل في العرف هذا سفر صباح السالم، هو أبعد صباح السالم، لأن عندنا صباح السالم وصباح مدري الثاني، قريب صباح السالم والبعيد إيش اسمه؟ صباح الأحمد. قال مسافر صباح الأحمد وعبي بترول ودع أمي. قل مجنون أنت، هذا ما هو سفر عندنا في العرف صح، لكن قال رايح الخفجي. إيه سفر. نعم، حدود وكذا وبعد المسافة. نعم. من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. نعم، صيغ العقود بعت قبلت. الآن الشيخ يأتي إلى المخبز بيع التميس، عندكم تميس؟ خبز إيراني. مساكين أنت، كلنا مساكين أخوان. فهذا يجي محل التميس أو المخبز، يأخذ الخبز ويخرج النقود دينار مثلا، يضع الدينار وما يكلم صاحب البقالة أصلا ويمشي. ليش؟ العرف في البيع عندنا على هذه الطريقة في بعض المحلات صح؟
بعض المحلات الآن تجي فقط تضع له الريال أو الدينار ولا الدرهم، لا حتى بغير الماكينة الآن عرفا هذا بيع، في الماكينة عرفا تضع بيع، إذا هذا بيع لأنه جرت العادة والعرف على هذا ما لم يخالف الشرع، إذا هذا بيع. فما يأتينا هذا قال لا أنا أريد صاحب المحل الأصلي أو أنت لازم تعطيني وكالة، أنت اللي جالس هنا عند المحاسبة. قل يا أخي العرف جرى بهذا خلاص ما يحتاج، صح؟ ليش تشدد علينا؟ العرف جرى البيع بهذا. قال لا لازم تقول بعت وأقول أنا قبلت حتى يصح البيع، نقول لا هذا بيع. نعم. قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظي يرد. نعم الشرط العرفي متعارف عليه، يعني الآن هذا يشتري خبز، اشترى الخبز من المخبز خبز بدون كيس، وجاء عند المحاسب وحاسبه واخذ كيس ووضع فيه الخبز، وهذا المحاسب قال اعطيني حق الكيس، قال يا رجل جرت العادة العرف عندنا للكيس مع الخبز، صحيح لو اخذ 10 كياس تحاسبني، هذا العادة والعرف فيه اصلا هو لا يكلم البقال، هذا يضع الخبز في الكيس ويمشي، صح؟ واحد قال انت تبوق يقول عندهم، قال انت سرقت الكيس، قال لا هذا عرفا عندنا متعارف عليه بعد بين الناس، احنا عرفنا على هذا، هذا متعارف عليه بين الناس. وصل المطار الكويت، ويوم وصل المطار في هذا العمال اللي معهم العربات، جاء العامل وحمل له الاغراض، ويوم وصل عند السياره قال العامل اعطيني دينار، قال لا من قال لك تحمل لي؟ قال يا أخي العرف متعارف عندنا واللوحات موجودة، تحاسبني على العرف، صح؟ أي نعم. قال رحمه الله وشرط عقد كونه من مالكي وكل ذي ولاية كالمالكي. نعم العقد الآن لابد أن يكون من صاحب هذا الشيء أو مأذون له فيه، وكيل يعني. نعم وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر. نعم الرضا غير معتبر، يعني سواء رضي أو لم يرضى هذا ما يعتبر. نعم قال كمبرأ فعلمه لا يعتبر. الآن عندنا مثلا لو جاء إنسان وباع ما لا يملك، البيع حرام، بيع الصغير في بعض الأمور يصح البيع وبعض الأمور لا يصح البيع، يعني عندنا الصغير مثلا يبيع أشياء يسيرة في سوق الخضار، يبيع الصغار أحيانا يصح البيع والشراء معهم، لكن يبيعك جوال آيفون 10 لا ما يمكن، صحيح؟ إيه نعم. قال وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. هذا تقدم معنا، قلت اشتريت السيارة من الشيخ ب10,000 أو 5,000 وجاء بعد أسبوع وقال أنا العقد هذا فاسد، نقول لا الأصل صحة العقد. نعم وكل ما ينكره الحس امنع سماع دعواه وضده اسمع. نعم يقول هذا، قل عندنا واحد في الكويت طوله 10 أمتار، يقول يا أخي كذاب، الحس يمنع هذا مستحيل إما شرعنا عقلا، قال عندنا المهم في دولة من الدول يقول فلان نبي، نقول والله كذاب هذا مستحيل شرعا، والأول ذاك طول 10 أمتار مستحيل عقلا. نعم هذا الحس يمنع هذا. نعم قال امنع هذا. نعم بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ألزم يمينا تطيعي. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البين على المدعي واليمين على من أنكر، تريد تذهب للقاضي وتدعي أن لك على سائل 10,000 يلزمك القاضي بماذا؟ بالبينة. واليمين على من أنكر، لأن الآن لو كل إنسان جاء وادعى وأعطاه السلطة تعدى الناس على أموال الآخرين، والأموال محفوظة في الشريعة. نعم كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن في ماله حظ حصل. يعني الآن الأمين أنا اعتمنت الشيخ وأعطيته 10,000 مفهوم، وهو ادعى الرد، الأصل أن قوله يقبل، أنا وكلت الشيخ أعطيته مال قلت اشتري لي بهذا المال جوال آيفون، أخذ المال ووضعه في الخزن لأن الآن المحلات مغلقة خلاص، وجاء لص وكسر الخزن
وحمل كل شيء. يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه أمين. لم الأمين ما كيف نعرف أنه أمين أو غير أمين؟ قال أنا أمين. لا، مو على كيفك. الأمين هو الذي لم يفرط، لم يتعدى ولم يفرط، لم يتعدى ولم يفرط. إذا تعدى أو فرط هذا ليس بأمين. ممكن هذا يقول أنا أمين وفلان غير أمين، مو على كيفك. الأمين هو الذي لم يتعدى ولم يفرط. كيف لم يتعدى ولم يفرط؟ أخذ المال الأخ مني وضعها في السيارة على زاز السيارة هناك 10,000 هدانا الله إياه، هذا إيش؟ فرط في حفظ المال. لكن لو أخذها وضعها في الخزنة وسرقت، أمين، قل ما تضمن، مفهوم؟ أو تعدى. كيف تعدى؟ أنا أعطيت الجوال آيفون، قلت خذ هذا الآيفون تبيعه في سوق الجوالات، خلاص. وأخذ الجوال الأخ ويتصل فيه، مفهوم؟ هذا إيش؟ تعدى الآن، يضمن، مفهوم؟ أي نعم. وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. نعم، هذا يقبل قوله ويقول يحلف. نعم، لأنه الآن إما أن تكون هذه الوكالة بمقابل أو بغير مقابل، بأجرة، يعني بأجرة أو جعل. نعم. قال رحمه الله: أدي الأمانة للذي قد أمنك ولا تخن من خان فهو قد هلك. نعم، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نؤدي الأمانة، تمنى الله سبحانه وتعالى عليها، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وجائز أخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. يقول في أشياء تأخذ ولو سرا. الآن أنا ضيف عندكم في الكويت، قمت بالضيافة الحمد لله، إذا ما قمت أخذها منك وجوبا، وجوبا أخذ منك حق الضيافة، أعانكم الله. نعم، هو يقول هذا. فإذا كان الأمر واجب ألزمك بأخذ هذا المال. نعم، لأنه واجب، حق لي هذا، لابد منه. نعم. قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع. يقول عندنا أشياء تثبت تبعا ما لم تثبت استقلالا. الآن أقول للشيخ: تشتري جوالي؟ يقول: ما رأيت الجوال، هذا بيع مجهول، حرام، صح؟ تمام. الشيخ سائل يبغى يشتري بيت من هذا، وجاء إليه وقال: أبغى أشتري البيت، أريد أرى البيت. قال: تفضل شوف اللي. قال: لا، أريد أنظر إلى أساس الأساسات. كيف تنظر الأساسات؟ قال: أنظر إلى التسليك الداخلي، هذا الكهرباء والمواسير والخزان من داخل، الصباد، لازم أرى هذه الأشياء حتى ما يكون بيع غرر وبيع مجهول. قال: يا أخي اتق الله. يثبت تبعا ما لم يثبت استقلال. الآن الحمل عندنا ناقة حامل، بيع الحمل يجوز أو لا؟ ما يجوز، اشتغانة حية وميت، ذكر وأنثى، أعرج ولا أعمى. لكن تبيع الناقة وهي حامل سعرها أغلى، يصح؟ يصح. قال: يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. نعم. قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع. كالحمل، كحامل. نعم. إن بيع حمله امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. لماذا؟ لأنه هذا يثبت تبع ما لم يثبت استقلاله، وحتى وإسقاط الحرج عن الناس. نعم. وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. عندنا شروط زائدة، هذه شروط زائدة عن العقود. فهذا الشرط الزائد على قسمين: شرط زائد يحل الحلال ويحرم الحرام، هذا يجب الوفاء به. شرط زائد يجعل الحرام حلال والحلال حرام، هذا يحرم الوفاء به ولو ذكر في مجلس العقد. مثال: الشيخ ذهب يخطب مرة، قال: اسمع، عندنا شروط. قال: تفضلوا. قال: نبغى فيلا وسيارة وذهب ومهر، خلاص، ومؤخر. قال: حاضر. هذا شرط زائد ما خالف الشرط،
مشيها انت ما خالف الشرع خلاص. لكن قالوا لو شوف الزواج لابد فيه من اختلاط ودخان مخدرات، تجيب مخدرات عشان الناس ترتاح. ولابد غنى ورقص. قال حرام حرام أبدأ حياتي بالمعاصي. قال حرام حلال مو شغلك، تبغى ولا مع السلامة. قال موافق. هذا قال اتق الله. قال اسكت انت ما تعرف الشرع. انا نبهتهم انه هذا حرام ويعرف الحرام اشترط ولا افي لهم نكاية بهم يصح ولا تفي حرام تفي اصلا. لكن بعد انه ممكن ما يعرف الحكم الشرعي، اذا يعرف الحكم الشرعي وتعدى لا تفي بالشرع. مفهوم الشرع؟ اذا الشروط الزائدة اذا كانت لا تخالف الشرع يجب الوفاء بها، تخالف الشرع تنبهه. وقال اريد مخالفة للشرع، تقول خلاص اشترط اكتبوا ما تكتبوا ولا تفي لا اشترط. نعم. وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. نعم. مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. هذا هناك شرط زائد، هنا شرط من مقتضى العقد. فالآن هذا تيس مستعار مصر عافية السلام، ليش تتزوج؟ قال تزوج حتى أحل لزوجها الأول، أنا متطوع. قل لا أنت تيس مستعار كرمكم الله، أي ما يصلح. ترضى أن تكون تيس؟ نعم. لا الآن تيس حتى ننفر الناس من هذا الفعل. نعم. مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. نعم. ليش تنوي الطلاق؟ يعني تأتي بلد وتتزوج وتنوي الطلاق، ليش تضمر هذه النية؟ يا أخي تزوج ولعل تكون صالح وهي أحسن زوجة لك، تأخذها معك إذا رجعت. لماذا تنوي؟ أنت الآن تتزوج على نية البقاء طيلة العمر، حصل شيء الله سبحانه وتعالى أباح لك الطلاق هنا، لكن ما حصل شيء، لماذا؟ هل تريد هي الزوجة تضمر هذه النية لك؟ لا. نعم. لكن من يجهل قصد صاحبه، لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. يقول عندنا العوام يقول أبو نية يغلب أبو نيتين، هذا نية واحدة تزوج للزواج، والزوجة تزوجت نية تأخذ المهر وتقول مع السلامة من دون دخول. مفهوم؟ هذا العقد من ناحيته صحيح، ومن ناحيتها هي لا آثمة غير صحيح. مفهوم؟ نعم. لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، من جانبه يعني هذا العقد من ناحية صحيح ومن ناحية فاسد. نعم. لو نوي يحلل نوي يحلل يعني يصح رجوع زوجته إليه. نعم. لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر. والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لم يقبل. الآن تخاصمنا، الله سبحانه وتعالى يقول والصلح خير. الصلح خير، هذه الآية جاءت بعد ماذا؟ بعد الخصومة بين الزوجين. كان الأصل أن الله سبحانه وتعالى يقول والصلح بين الزوجين خير، لا، الله سبحانه وتعالى قال الصلح خير، يعني كل صلح فهو خير. مفهوم؟ لكن الصلح خير إذا كان لا يخالف الشرع. مفهوم؟ جاء هذا وأصلح بين رجل وزوجته، إيش عندك؟ قالت والله ما اشترى لي. قال خذي هذا 1000 دينار واسكت وانتهى الموضوع. صلح خير. مفهوم؟ طيب ما اشترى لك ماله؟ قالت والله مخدرات اريد افيون وهذا ما جاب الافيون. قال خلاص عندي انا اجيب لك الافيون هالليل تفضل. هذا صلح خير؟ لا مو خير. الزوجه قالت هذا يسب الرب، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالدين الإسلامي، لا يصلي، يشرب الخمر، يشرب المخدرات. قال ابقي معه، هذا مو صلح خير.
تقول واحد زائد واحد اثنين، إما يترك هذه الأشياء أو لابد من الطلاق انفصال. وعند بعض العلماء طالما لا يصلي وكذا ويسب الرب خلاص العقد انفسخ. نعم مفهوم. إذا نريد نصلح، الصلح خير وأجر عظيم والله، لكن على موافقة الشرع، لا يكون الصلح على مخالفة الشرع. نعم. اشترى هذا ذهب من صاحب الذهب وقال له أعطيني كيلو ذهب اليوم وأعطيك إن شاء الله آخر الشهر المبلغ. البيع حرام، لابد من التقابض. فجاء هذا وأصلح، قال أتخاصمنا وكذا، قال لا ما في إشكال، يعطيك بعد 10 أشهر. حرام. نعم. قال رحمه الله وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، يعني المشغول لا يشغل، كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفضول يكون أفضل. المفضول أحيانا يكون أفضل. الآن قراءة القرآن أفضل ذكر، لكن أدبار الصلوات الأذكار هذه الموظفة، أدبار الصلوات استغفر الله استغفر الله، هذه أدبار الصلوات هنا أعلى من قراءة القرآن. أي نعم. فالموظفة بأوقات هذه قد تكون أعلى، وقد يكون الأمر المفضول أحيانا أشياء تجعله أفضل. نعم. كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا. الآن المحرم إذا أحرم بحجة وعمرة يحرم عليه الطيب، صح؟ لكن قبل الإحرام تطيب في بدنه، وضع الطيب في بدنه في رأسه مثلا، خلاص ثم أحرم وعليه أثر الطيب، لا إشكال، هذا استدامة. لكن ابتداء يتطيب بعد أن يحرم حرام طبعا. نعم. كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا، وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم، على ما قد علم، إما موجود أو معدوم. نعم. والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. يقول الآن عندنا إما نفي للوجود أو نفي للصحة أو نفي الكمال، تمشي على هذا الترتيب. نفي وجود ما استطعت تحمل على نفي الصحة، ما استطعت تحمل على نفي الكمال. مثال: لا خالق إلا الله، نفي وجود، قل والله لا يوجد خالق إلا الله، انتهينا. إذا لا إله إلا الله، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، نفي وجود. ما استطعنا نحمل على نفي الوجود نحمل على نفي الصحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هل يوجد عندنا من يصلي ولا قرأ الفاتحة؟ نعم يوجد، ولهذا يحكم بعض العلماء يقول صلاة فلان باطلة. إذا ما استطعنا نحمل على نفي الوجود انتقلنا نفي الصحة، نقول من لم يقرأ الفاتحة في صلاته باطلة، نفي الصحة. تمام. ما استطعنا نحمل على الوجود ولا على الصحة نحمل على نفي الكمال. لا إيمان لمن لا أمانة له، نفي وجود ما استطعنا، نفي الصحة نقول كافر. النصوص تدل على خلاف هذا، إذا نحمل على نفي كمال الإيمان نقول هذا إيمانه ناقص، والله أعلم. نعم. والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. تعيد بالله. والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. الآن الشيء يقيد الشيء، يعني مثال قال إن الله سبحانه وتعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا القيد خرج مخرج الغالب، تزوج مرأة وهذه المرأة عندها بنت، هذه ربيبة، سواء كانت هذه الربيبة تتربى لديه في البيت أو في غير هذا البيت، لأنه هذا خرج مخرج الغالب. لكن إذا كان هذا القيد معتبر في الشرع لابد من القيد. نعم. قال رحمه الله وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا. يعني الآن إحنا الآن نأخذ باليقين، ما استطعنا نأخذ بغلبة الظن. قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني ومنها، ما أدرى، ممكن يكون هناك أفقر، لكن هو بنى على غلبة
الظن، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفر عن هذا اليمين. نعم، فإذا بنى على غلبة الظن، غلبة الظن الآن على أمر مسألة من المسائل يصح. نعم، وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. الآن لابد نفرق بين القرعة والاستقسام بالأزلام. استقسام بالأزلام عندنا كثير، بعض الناس والصغار خاصة، يسافر أو لا يسافر، يتزوج أو لا يتزوج، إيش أصنع؟ حادي بادي كرنبوز بادي شال وحطه كله في هذه، أو يأخذ الهللة ويرميها كذا. هذا من الجاهلية، استقسام بالأزلام. لماذا القرعة تستعمل عند المبهم أو لدى التزاحم؟ أنا والشيخ دخلنا المسجد في وقت واحد، والمكان يسع لواحد للصف الأول، يقدمني أقدمه، يمنعني أمنعه. من يصلي في الصف الأول؟ قرعة، لأنه تزاحم الآن، مفهوم؟ على الأذان، إلا إذا كان في مؤدي الراتب طبعا. نعم، أما عند عدم التزاحم، يسافر أو يسافر، يتزوج أو لا يتزوج، هذا استقسام بالأزلام. نعم، وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء. من استعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرمانه، قتل والده حتى يرث، إذا لا يرث. نعم، وضاعف الغرنى على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت. الآن هذا سرق لكن لم يسرق من حرص، فهذا عليه عقوبة دون الحد، لا بد أن تكون العقوبة أقل من الحد، مفهوم؟ نعم، وضاعف الغرنى على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم. نعم، وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. يقول ما أبين من الحي فهو كميتك، ما أبين قطع من الحي فهو كميتك. الآن نسأل عافية السلامة، إنسان قطع مثلا شيء من بدنه، يد أو رجل، فهل هذه نجسة أو طاهرة؟ ننظر إلى ميتته، المسلم إذا مات الآن ميتته نجسة؟ لا، ليست بنجسة، إذن الحمد لله. الآن عندنا مثلا في الصيد في القديم، يعني كان بالسهام يدرك الغزال مثلا، وهذا أدرك من الغزال قطعها خلاص، هذا أبين من ماذا؟ من حي ومن ميت، من حي فهو كميتته، هذا النجس. هذا إذا لم تمت بهذا، لأنه قال لو سمى عند الصيد وقطع منها قطعة وبعد ماتت، إذا أصبح الصيد حلال، وإذا لم تمت أصبحت هذه القطعة حرام، مفهوم؟ هذا الأخ يغوص في البحر جزاه الله خير، وهو يغوص قطع قطعة من الحوت، ميتة الحوت الحمد لله كل ولا إشكال. وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. طهرا هو طاهر أو نجس، وحلال أو حرام، لكن قطعة من آدم حرام طبعا ما تأكل. نعم، وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. كان تقول مثلا وكان الله غفورا رحيما، هذه كان أتت هنا لإثبات هذا الوصف لله سبحانه وتعالى. تكون أخوك كان النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق، أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام، أشجع الخلق. ليس معنى هذا أنه كان قبل هذا متصف بغير هذه الصفة، لا، هذه كان تأتي للوصف. فقال كان، لابد تنظر إلى السياق، سياق الكلام يشرح ويبينها. نعم، وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. نعم، ليس بلازم، فتنظر على السياق، والعرب يفهم الكلام بالسياق. نعم، وإن يضف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له انحتم، منكر إن بعد إثبات يرد، فمطلق وللعموم إن يرد، من بعد نفي نهي استفهام شرط، وفي الإثبات للإنعام. يقول صيغ العموم، صيغ العموم
الأول ما دل على العموم بمادته، كل وجميع وكاف وقاطبة، كل بدعة ضلالة، يعني كل البدع خلاص. أسماء الشر، أسماء الشر، أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة، النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، والمفرد إذا أضيف. هذه صيغ العموم سردها سرد الشيخ رحمه الله تعالى. الأول ما دل على العموم بمادة كل جميع كاف وقاطبة، الأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، والمفرد إذا أضيف. نعم. واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فمعتبر. الآن يقول عندنا العام وخاص، الخاص يخصص العام. نعم، لكن إذا ورد نص عام وسبب خاص، قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وجد رجلا قد ظلل عليه، فقال ليس من البر الصيام في السفر. كل من كان حاله مثل هذا يشق عليه الصيام في السفر، هذا ليس من البر. مفهوم؟ نعم. قال واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب. آية الظهار نزلت في صحابي، هل هذه الآية مختصة بهذا الرجل؟ لا، كل من كان ظاهر وكان حاله مثل حال هذا الرجل يجري عليه الحكم. نعم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. ما لم يكن متصفا بوصفي، هذا هو، فخذ بالوصف. الوصف مثل هذا الرجل يشق عليه الصيام في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولا يفعل عليه الصلاة والسلام ما ليس ببر. نعم. ما لم يكن متصفا بوصفي يفيد علة فخذ بالوصف، وخصص العام بخاص ورد كقيل مطلق بما قد قيد. أقول الخاص يقضي على العام والمقيد يقضي على المطلق. نعم. ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في أمره كله، في طهوره وتنعله، هذا ذكر أفراد للعام، ليس معناه أن هذا محدد بهذه، التيامن في كل شيء. نعم. تمت، الحمد لله رب العالمين، جزا الله شيخنا والحاضرين خيرا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله.